انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد. جينا لكم في فيلم دمار في ملعب الكرة بتاع الشامبو دوت. بقول لكم يا جدعان، ده اخر كده احنا كنا قاعدين هنا في مرسى مطروح ولقينا ملعب زي دوت كده بتاع الكورة زي ما انتم شايفين. ملعب اهو، في جون هنا وفي جون هنا. طلبت معانا ان احنا نلعب، احنا الثلاثة كده في الملعب دوت هنلعبوا جون مشترك، يعني انا مثلا هصد او اي حد فيهم هيصد والاثنين التانيين هيلعبوا ضدنا كده، يعني فهمت دماغي؟ بس فعايز كل اخوات يلا تنزل دلوقتي اشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتدوس لايك للفيديو ان شاء الله عشان الفيديو هيعجبك. بس يلا بينا يا رجالة جاهزين؟ يلا بينا، احنا هناخد سحاليق للزوم. طب يا جدعان دلوقتي المفروض كابر دلوقتي يحكي في الكوره زي ما انتم شايفين اهو، وانا واسلام هنلعب دلوقتي انتوا بعدين. يلا بينا الماتش اللي انتوا شفتوه اللي فات ده مش هيتحسب لحاجه، بس ان احنا ما كناش شايفين الكوره. ماشي يا جدعان، في الماتش دوت ما اتحسبش. هنلعب ماتش تاني، احنا خلاص خلينا الراجل يوقف وتعالى بيطلع الصابون ديت عشان نبدا بقى ايه نشوف الكوره. ماشي، الكوره من ثلاثه بيني وبين اسلام. يلا واحد وانا لسه صفر. رونالدو 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 يستعد لتنفيذ هذه المخالفه، تركيز كبير، تركيز من الفوق للتحت، من قدم للانف للراس للاذن للصدر للبطن للظهر للرجل، الكل يركز، كل الجسد. رونالدو ركز، او بابا خطيره، او بابا خطيره، رونالدو في تنفيذ المخالفه، رونالدو كريستيانو رونالدو اللي جواه طلع. الفرق دلوقتي 1-1، عبره من النهايات. المسابقه بدات 9. كوره امشي امشي زين، خرج واحد يقول له ما امشي بكوره، اعطيه بدري اعطيه بدري اعطيه بدري، اضرب يا بدري. الهدف الثالث، الهدف الثالث، خلص 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 خلص، كمان تكبير يا ابن الخضراء. 2-1 ليا، I'm gonna make it.
سقفوا له، سقفوا له الالماني، سقفوا له الالماني من قلب هذا الملعب. بحبول ان انا مش قادر الان، شربت كميه صابون غبيه قوي، بعدين كمان خدت كام وقعه حرفيا بجد، يعني واحد جسمه خلاص اتدمر. فانا هقف جون واسلام جابر عمليه صعبه، بتقعد تتكلم محادثه بيحب الكلام قوي على فكره. انتوا اسلوبكم مش كويس. يلا حبيبي يلا يلا رجاله جاهزين. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. يلا رجاله جاهزين. يا عم جاهزين. اتكلم بوسيب احسن من كده. اتكلم بادب يا ولد. ولد اتكلم بادب يا ولد. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita all I need, a little bit of Rita what I see, a little bit of stand up in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica here I am, a little bit of you that's right on your head. كده يا جدعان الكوره 1-0 الاسلام. جاهزين؟ جاهزين. انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد. على الصور والدور بتشوف لو انت بتجري على البتا يا جدعان برضه. يا جدعان والله التيشيرت الاهلي ده مش من فراغ، اقسم بالله. جدعان والله العظيم جابر بيلعب بغشامه يا جدعان، مش هينفع كده. لا يا عم والله انا شايل رجلي من هنا يا عم، انا الكوره. جابر جابر مش بيلعب كره قدم، جابر بيلعب دبليو دبليو اي. لا يا عم استفاد ايه لما اتكسر؟ يا عم استلعبوا بقى يلا. اتفرجوا على ماتش المصارعه ده مش ماتش كوره. يلا رجاله جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين. Oh, oh, Rollins, here it is, Rollins with the pedigree, pedigree! Can Rollins capitalize? Undertaker signals it's over. Can he do what does he have the strength left to do? Undertaker with Brock Lesnar up high. All right, Brock Lesnar counter, Brock Lesnar counter! Undertaker over his shoulders again! Not again! Oh, no! F5! F5! And now, Rollins looking to fly! I'll do it, Seth. بقرار قاضي المباراة, جان لوكا روكي! يأتي ضربة جزاء دار السلاطين لدوري أبطال أوروبا رونالدو. جابر طلع له دم في الزلاموكا. عامة يا جدعان طبعا انا وقعت وقعتين على التوتة، فردة اليمين وفردة الشمال، فانا منسحب الا التوتة. انا اضحي باي حاجة بس الا التوتة بتاعتي، فانا منسحب. يا جدعان دلوقتي جابر انسحب على الماتش بتاعه، وانا صراحة ربنا مش قادر يا جدعان، حرفيا خدنا كام وقعة غبية. بصوا بقى نصيحتي بجد والله، اللي عايز يلعب لعبة زي دي يا جدعان يتأكد ان الأرضية بتاعتها، بص يعني دي الأرضية بتاعتها ناشفة، دي الارضيه ناشفه، دي خطر اقسم بالله بجد. يعني احنا وقفنا علشان ما يحصلش اي حاجه، بننصح اي حد بيتفرج عايز يلعب اللعبه ديت يلعبها على ارضيه مطاط، يعني سفنج بتاع اي حاجه تكون حاجات كده، فاهمين قصدي؟ انما ناشفه زي كده بجد نصيحه مني ما حدش يلعب. والله احنا كنا عايزين نكمل ونكمل لكم فيديو حلو، بس يعني للاسف الارضيه مش مساعده خالص وحرفيا جسمنا اتكسر. بس فانا الفوره بتاعتي 2-2 فتعادل، ده ما يدلش ان السنه اتكسر. في انسحاب يا باشا، تعادل يا باشا، انسحاب يا باشا. جابر اللي انسحب عشان التيشيرت بتاعه، بس احساس مهم، احساس الخساره حلو، احساس الخساره حلو يا ابني. تيشيرت الاهلي ده، احساس الخساره حلو يا حبيبي. تيشيرت الاهلي ده، تيشيرت الاهلي ده عمره ما يخسر اقسم بالله. ولا شوف بس يا جدعان، فكده يكون الفلوج خلص في ملعب الكوره زي ما انتم شايفين كده. فعايز كل اخواتي يلا اللي عجبها الفيديو والاهلاويه
بس هما اللي ينزلوا يشتركوا في القناه والزملكاويه برضو يعني اوعى تكون زملكاوي ما تعملش ده انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس دوس لايك للفيديو.